ملف الهجرة غير الشرعية موضوعاً لقمة أوروبية. ضغط الأرقام المفزعة وقصور التحرك السريع لإنقاذ المئات بات عبئاً على دول الاتحاد الأوروبي، وعلى هذا يتفق الأوروبيون على الأقل. مأساة لامبيدوزا والحقيقة الصادمة التي نواجهها كل يوم في بحر إيجا تدفعنا لتطوير سياسات فعالة وإنسانية تستند لمبدأ التضامن، خاصة تجاه دول الضفة الجنوبية للمتوسط. اجتماع اليوم يجب أن يكون بشأن إنقاذ حياة الآخرين، وهذا يعني أيضا القضاء على العصابات وتأمين المنطقة. إلا أن الحكومات الأوروبية ليست على كلمة واحدة حين يتعلق الأمر باقتراح حلول عملية لحماية حدودها دون الانصياع إلى سياسات عنصرية معادية للمهاجرين منتهكة للقانون الدولي الإنساني. كما أن الوضع يفترض جرأة كبيرة، فالمسؤول الأول عن ملف الهجرة بالاتحاد الأوروبي يذهب إلى حد القول إن النزيف لن يتوقف قريبا. بالنظر لأبعد من الرد العملي المباشر، يجب أن نكون واضحين وأن نعترف بأننا لن نستطيع إيقاف تدفق المهاجرين قريبا. وبينما كان القادة الأوروبيون يجتمعون ببروكسل مفتتحين قمتهم بدقيقة صمت على أرواح الهالكين في المتوسط، كانت كاتانيا الإيطالية تستقبل 220 مهاجرا جديدا أنقذ حياتهم خفر السواحل الإيطالي وهم في عرض البحر. 220 مهاجراً هم آخر دفعة بلغت ضفة المتوسط الشمالية، لكنها لن تكون الأخيرة، فروما تتوقع ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى أكثر من 5000 بنهاية الشهر الجاري.